ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الثاني من شهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج الجدي. برج الجدي عندنا الاسبوع الثاني اسبوع متميز في بعض الاشياء، واسبوع ممكن يكون متراجع في بعض الاشياء. تعالوا نتكلم على الحاجات الايجابيه اللي ممكن تحصل. ايه الحاجات الايجابيه عندك؟ ان ممكن يكون في نسبه، مش ارتباط، لكن نسبه زواج او خطوبه. بمعنى ايه؟ يعني ان عندك اعجاب، يعني انك حد يعجب بيك او يفتح معاك موضوع ارتباط، ده ممكن يكون نسبته اقل. لكن نسبة الناس اللي عندهم ترتيب لخطوبة او ترتيب لزواج، مخطوبين وعندنا وقت ان احنا ممكن يكون في جواز، هيكون عندك تحديد للموعد او ان يحصل خطوبة بس، او يحصل حاجة زي مثلا حاجة كده عدية، زي خطوبه في البيت، لكن مش هنعمل هيصه كبيره او الكلام ده. هيكون في موضوع عندك متداري، لكن ان في حد يفتحك في الموضوع لسه كبدايه موضوع، ده اللي هيكون شويه نسبته اقل. يعني بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين اساسا، ده ممكن يكون في تراجع شويه في ان احنا يكون عندنا شيء خطوبة او عرض ارتباط. لكن بالنسبة للمرتبطين جاهز، لا، هيكون عندنا في تحديد موعد لخطوبة او تحديد موعد لزواج. في فرق، يعني اتمنى ان انت تكون وصلت لكم النقطة دي. لكن برج الجدي بصورة عامة عندك الاضواء متسلطة عليك بشكل قوي، يعني ده يخلي ان ممكن بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين يكون في فرصة ارتباط على النص التاني. عامة مش عايزين ندخل احنا دلوقتي في الاسبوع ده من حيث الوضع العاطفي كصورة عامة. طيب بالنسبة للناس برضو المرتبطين، عندك مازال ان في اشخاص ممكن تكون بتجدد الكلام تاني على الشريك او على حبيبك، فده بيخليك انك متوتر، بيخليك اللي هو احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده، مش كنا بعدنا وتنيلنا، فعندك اختناق شوية من الناحية دي. هيبدأ عندك اثارة للعصبية، هيكون عندك نرفزة، حاول تبعد عن الناس دي اساسا. يعني خدوها بقى مني انا نصيحه، انا بالذات انا لما بلاقي شخصيه مستفزه بصراحه بقول لها اكبر حيطه فين واضربي دماغك فيها. يعني وانا عندي ناس كتير بتحاول تستفزني حتى، يعني فاللي هو عادي عادي، يعني اضحك عليهم، فاهم؟ انت باقي على الشريك، فاهم الشريك انه يسمع من هنا ويطلع من الناحيه التانيه، فده كبر دماغك جدا. ابعد عن العصبيه وابعد عن النرفزه. ليه؟ لان الاضواء متسلطه عليك جدا. ليه؟ لان ممكن الاضواء المتسلطه عليك ان الناس اللي هي مركزه معاك تكتشف ايه ده انت بترد، ايه ده انت غلطت، يمسكوك انت الغلط ويركبوك انت الليله كلها. فخلي بالك جدا جدا ان ممكن يوقعوك في الغلط، فاحسن لك ما تردش وتبتعد عن الناس اللي ممكن يحاولوا استفزازك او عصبيتك يا برج الجدي، سواء رجل او امراه. طيب هو الاستفزاز بس موجود عندك في المنطقه العاطفيه؟ لا، ده في امور كتير. يعني مهنيا هتلاقي اشخاص مستفزين ومن نفس جنسك، يعني كرجل هتلاقي رجل بيستفزك، امراه هتلاقي امراه بتستفزك، فنحاول، وبالذات بقى مراه الجدي هتلاقي امراه بتستفزك غلسه، هتلاقوا طبعها غلس، تنشئتها الاجتماعيه مش لطيفه، فهتبدا ان انت تحس ان في اختلاف ما بين تنشئتك الاجتماعيه انت وتنشئتهم الاجتماعيه بتاعتهم، وده هيخليك انك متوتر كتير. ابتعد عنهم في المنطقه المهنيه بالذات. ليه؟ لانك شخص عملي، لانك لو حد استفز، يعني خلاك استفزيت، يخليك اتعصبت، هتبقى بتطلع شغل انتاج مش لطيف، هيبدأ ان يوقعك انت في غلطات كتير وفي الاخر انت اللي غلطان. احذر جدا جدا من الموضوع ده، لانك معرض ليه بنسبة كبيرة جدا خلال الاسبوع ده. المهم ده اتكلمنا على الوضع العاطفي، برضو من الوضع المهني اتكلمنا على نقطة الاستفزاز. لكن في غير ده، هيكون عندك انك بداية مشروع. بالنسبة للناس اللي ما بيشتغلوش، بداية شغل جديد، عندك انترفيو، عندك حاجة. اقول لكم على حاجة حلوة، عندك عايز تقدم على وظيفة، عايز تقدم على اختبارات، عايز تقدم على حاجة جيدة، تعالى من يوم 10 وقدم واعمل اللي انت عايزه من يوم 10. يعني ده هيكون فايدة كبيرة جدا جدا ليك من يوم 10 ليوم 15. بالنسبة لك الوضع جيد، الوضع في حاجات، يعني هيكون عندك دعم من الآخرين، هيكون عندك قوة، ناس بتدعمك، ناس بتتكلم عليك كلام كويس، في حين ان آخرين بيتكلموا عليك كلام سلبي. لكن في المنطقة المهنية او العلمية هيكون عندك في دعم، في اشخاص شايفة ان انت متميز، هيتقدرك جدا، هيقفوا معاك جدا في امور كتيرة. وعندك كمان عروض مهنية،
خلال الاسبوع ده عندك عروض مهنيه. يعني لو مقدم على وظيفه من فتره هتبدا ان يجي لك اتصال. خلي بالك كتير قوي قوي من ان يكون موبايلك موجود في مكان فيه شبكه، يكون انت على تواصل بالايميل بتاعك، نشوف انت كنت باعت على ايه. فخلي بالك ان ممكن يكون ليك رد جاي لك من خلال وضع مهني. وكمان لو عندك سفر خارجي خلي بالك كتير، لان هيجي لك رساله او هيجي لك مكالمه مهمه جدا جدا، حاجه عليها علاقه بالتواصل للوضع المهني، هتخليك ان انت حاجه لمصلحتك. يعني بتمنى برضو ان انتوا تكونوا وصلت لكم المعلومه انا اقصد اقول ايه. برج الجدي عندك كمان من الامور الماديه مصاريف، عندك انك بتدفع مصاريف، انك بتهادي حد، انك بتدفع فلوس عشان عايز تعمل حاجه، بس مش بتدفع فلوس او بتطلع مصاريف للهفأ يعني لاي كلام، لا هي حاجات كلها مهمه جدا. هنا عندك حته الاهتمام بنفسك كتير، الاهتمام باللبس بالستايل بالشكل، ده برضه هيحتاج منك مصاريف. يعني ما هو الاهتمام بالنفس ده بيبقى محتاج فلوس يعني، فاللي هو ده هيكون متطلب منك كتير او انت عايز تعمل ده كتير، وهتوصل لده بالفعل، وهيكون عندك رضا نفسي. رضا نفسي اللي هو انت اما تحس ان انت حلو، وتحس اللي هو الله الطقم ده حلو قوي، انا بحب البس اللون مش عارف ايه. يعني انا مثلا عندي الوان معينه البسها، الوان ثانيه ما البسهاش خالص. يعني برج الجدي عندك نفس الموضوع على فكره، هتكون يعني اللي هو عندك الوان معينه بتلبسها كل شويه، كان ما عندكش الا الالوان دي، فاللي هو هتكون ده جدا جدا. ولكن ده ليه اثر نفسي ايجابي فيك، يعني هيدعمك نفسيا اساسا. عندك الاسبوع ده دعم نفسي، مع انك ممكن تميل الى الوحده في بعض الاوقات، بتميل الى الوحده عشان تفكر بشكل جيد. انت في موضوع يا برج الجدي انت مش عارف هو كان قرار صح ولا قرار غلط، دايما بتبقى شايف بالذات كمان في الوضع العاطفي انك سبت او ارتبطت، يعني يا سبت شخص يا ارتبطت بشخص، دايما بتراجع نفسك، هو اللي انا عملته ده صح؟ هو اللي انا عملته ده غلط؟ هل انا كده ممكن اكون اندم بعدين؟ هل مش عارف في ايه؟ طب اخره الموضوع ده بتسال نفسك كتير. برج الجدي صعب جدا جدا اللي انت بتعمله على نفسك، يعني صعب ان انت تتحمل فوق طاقتك. يعني حاول كتير ان انت تعمل هدف لنفسك في خلال الاسبوع ده، حاول ان انت لو عايز تقدم على كورس، تقدم على وظيفه، تقدم على حاجه، اشغل نفسك بده جدا. حاول ان انت تعمل شيء جديد، حاول فعلا ان انت تغير من المود بتاعك من خلال انك تغير في شكل، في الستايل، في اللبس. عندنا مثلا حبوب في البشره نحاول ان احنا نعالجها، انا هبقى اكلمكم انا في الموضوع بتاع الحبوب وازاي نخلي بشرتنا تكون صافيه، وازاي اتكلمكم على الموضوع ده برضو من خلال الدراسه اللي انا بعملها في طب البديل عامه. يعني فحاول على قد ما تقدر تعمل تغيير ايجابي في نفسك يفيدك كتير جدا جدا في النفسيه. عايزين نلعب على الطاقه النفسيه عشان من الاخر كده يا برج الجدي عايزين نحضر نفسنا للفتره الاخيره من شهر اغسطس، لانها فتره جيده جدا جدا. برج الجدي بشكركم جدا، بتمنى لكم السعاده والحب. انتوا برج انا بحبه جدا جدا، ليا صاحبتي اسمها فريده وهي فعلا فريده، وبرج الجدي ليه شخصيات كتير جدا هي فعلا فريده من نوعها. بشكركم بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.